دلوقتي في حي الفهيدي، واحد من الأماكن التراثية هنا في دبي. الشوتات دي صورتها بالموبايل وبدي جي او ام 4. اهلا يا اصدقائي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، انبوكسنج وريفيو لدي جي او ام 4. استابلايزر لسه نازل الموبايل، في شويه فيتشرز حلوه جدا، هنفتحه ونجربه سوا ونشوف هل احنا فعلا محتاجين الاستابلايزر ده، ونشوف فعلا هل يستحق الشراء ولا لا. يلا بينا نفتح العلبه ونشوف. اول حاجتين بيقابلونا في العلبه، ميني ترايبود ايه ده؟ الميزه دي مش شفتهاش في اي استابلايزر تاني الحقيقه. عجبني جدا ان الهولدر بتاع الموبايل منفصل، مش متركب في الاستابلايزر ذات نفسه. كمان الجميل هنا انك تقدر تركبه بطريقتين. اول طريقه اللي هي بالماجنتيك كلامب، اللي هو ده بنخليه متسنتر في النص، بالظبط في نص الموبايل من ورا، عشان الاستابلايزر يبقى معمول له بالانس صح. تعالوا نركبه على الاستابلايزر، في نقطه بيضة وهنا برضو في نقطه بيضة، ونتاكد انه متركب صح. يعني بصوا، تمام، شغله كده. قبل ما نشغله خليني اقول لكم على حاجه مهمه جدا جدا، بس مش هعمل دعم للفيديو ده، لايك كومنت شير. لا مش هي دي الحاجه المهمه اللي كنت عايز اقول لكم عليها. الحاجه المهمه هي انك لازم تكون متاكد انك عامل بالانس صح للاستابلايزر، يعني تكون وزنه صح او مركب الموبايل صح على الاستابلايزر. هوريكم ازاي دلوقتي. اصلا لو حد مش عارف فايده الاستابلايزر ده ايه، او ليه الناس بتستخدمه مع الكاميرات او مع الموبايلات، فهو فايدته انه بيقلل الاهتزاز واحنا بنصور. يعني مثلا لو انا ماسك موبايلي وبصور بيه لوحدي، هيبقى في ايدي بتهتز بتروح منه شمال. الاستابلايزر بقى بيمنع الاهتزاز. ازاي نعرف ان الاستابلايزر معمول له بالانس صح؟ اول حاجه نركبه، اتركب اهو. اول حاجه بنجيبه كده، مش معمول له بالانس خالص. لازم لما احطه في الاتجاه ده يثبت كده، ما يقع، ما يسقطش كده. فهو بيسقط الناحيه دي، فاقوم جايبه كده الناحيه دي شويه، لسه بيسقط. اجيبه كده شويه، ما بقاش يسقط. لو وقفته فيرتيكال بيحوت شمال، يبقى برده مش مظبوط في الاتجاه الراسي. فبجيبه كده، ببص من ورا، محتاج يروح يمين شويه. هنا بيروح يمين وشمال، يعني دي متحركه. بصوا دي متحركه معايا، فبخليها في نص الموبايل بالظبط. تجي كده شويه، بقى الموبايل ثابت، اوديه في اي اتجاه يثبت معايا عادي جدا. كده هعمل له بالانس صح، وكده احنا جاهزين نشتغل. ايوه بقى، لو ضغطنا ضغطتين على الام، شوفوا الحلاوة. الطريقة التانية اللي نقدر نشبك الموبايل بالاستابلايزر بيها، وهي بالماجنتيك رينج هولدر. ده بيتلزق في الموبايل من ورا، بس انا عن نفسي مش هفضل ان انا الزق على الموبايل حاجة الحقيقة، عشان لو عايز احط له كفر ولا حاجة. كمان بيديك معاه زي ورقة مقاسات كده، عشان تلزق دي على الموبايل صح في المكان الصح. طبعا كمان بيجي معاه يو اس بي تايب سي، فهنا بيتشحن بيو اس بي تايب سي. بالمناسبه البطاريه بتقعد لمده 17 ساعه، ودي ميزه حلوه جدا. يعني انت ما فيش حد قاعد يصور بالاستابلايزر 17 ساعه متواصله. كمان في ميزه هنا حلوه قوي، ان مثلا لو انت موبايلك فصل شحن، معاك حاجه عايزه تتشحن، في منفذ يو اس بي اللي هو العادي دوت، تقدر تركبه هنا وتقدر تشحن اي حاجه بيه عادي جدا. طبعا اول ما بتشغل الاستابلايزر ده، بتنزل تطبيق اسمه تي جي ميمو، بتاكتف الاستابلايزر عليه، وبيديك خصائص ثانيه حلوه جدا. طيب نزلت التطبيق ونزلت اجرب الاستابلايزر. دلوقتي انا بجرب خاصيه حلوه جدا، وهي خاصيه التراكنج. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ بيتحرك معايا، بصوا زي الفل ولا غلطة. طب لفوق لتحت. دي أول طريقة نقدر نشغل بيها التراكنج، إن أنا بس أرفع إيدي. الطريقة التانية عشان أشغل بيها التراكنج، وهي إن أنا أحدد العنصر اللي هو بيتحرك على الشاشة ذات نفسها، والاستابلايزر يتحرك معايا. دلوقتي أحدد على وشي، حددت، حدد وشي، نضغط تسجيل فيديو، بيسجل فيديو وبيتحرك معايا أهوت. يا عيني يا ليلي يا ليل، ما هذا الجمال والحلاوة. خاصية حلوة جدا. يعني أنا مثلا لو نازل أعمل فلوج، أو نازل أصور نفسي ومش معايا حد، وعايز أخلي الفيديو كده بيتحرك وهايبر وبتاع، هيعمل معايا أحلى شغل. كمان الاستابلايزر ممكن يخليك تاخد صورة لنفسك لما تحط إيدك في وش الكاميرا.
دلوقتي هجري وانا ماسك الاستابلايزر وهشوف الشوت اللي هيطلع هيبقى عامل ازاي. ران. اعتقد الفيديو كان متثبت كويس جدا وما كانش فيه اي اهتزاز. من المميزات الموجودة في الاستابلايزر ده ان بثلاث ضغطات على حرف الام بيخليه في سليب مود. تعال نشوف. مش لازم تطفيه، يعني مثلا جالي مكالمة بقوم فصله كده اعمله سليب مود، يعني لسه شغال اهو. اعمل مكالمة احط موبايلي في جيبي، عايز اقفله اصلا ولسه شغال. لو انا في مكانه مش عايز اخسر اي شوت فعلى طول بشغله ضغطة واحدة اشتغل. عايزه في الهوريزونتال مود اشتغل اهو. مش لسه بقى اقعد اشغله واشوف فين الهولدر واقعد اعمل له بالانس من جديد والكلام ده. ده بينجز علينا وقت وبيخليك ما تضيعش شوتات منك. الخاصية اللي بعد كده وهي ان انا اقدر اخد تايم لابس، بحدد النقط اللي انا عايز التايم لابس يبدا منها. عايز البداية هنا وعايز النهاية مثلا هنا. عايز مثلا ياخد شوت كل ثانية، كل ثانيتين، كل ثلاث ثواني، كل اربع ثواني، بس انا هخليه كل نص ثانية. وعايز مثلا الفيديو يقعد يصور اربع دقايق ولا حاجة، واضغط ضغطة هيبدأ يصور. من المميزات اللي موجودة في الاستابلايزر ده الهايبر لابس، بقى بنحدد عنصر معين والتطبيق بيفضل يعمل له تراك عشان يخليه في النص بالظبط ويسرع لنا الفيديو ويدينا فيديو جاهز. من خلال التطبيق نقدر نصور صور بانورامية حلوة جدا. عندنا ثلاث أنواع، أول نوع 3 في 3، تاني نوع هيلف ب 240 درجة، ثالث نوع خاصية اسمها كلون مي هتشوفوها دلوقتي. تعال نجرب 3 في 3 الأول. خلينا نجرب الصورة البانورامية بزاوية 240 درجة. الموبايل هيلف بزاوية 240 درجة. في ميزة لطيفة كده مش هنستخدمها كتير، بس انت ممكن تعمل بيها صورة لطيفة، ان انت تظهر نفسك ثلاث مرات في الصورة، والخاصية دي اسمها كلون. كمان انت ممكن تركب الموبايل على الاستابلايزر وانت مركب عليه كفر عادي جدا، او مركب كمان مايك، او مركب كمان عدسات، فاللي هو هيشيل معاك وزنه وهيشتغل كويس جدا. اول ما الاستابلايزر ده نزل جه في بالي، هل هو هيضيف حاجه للايفون؟ يعني الايفون الاستابلايزنج بتاعه حلو، او تقليل الاهتزاز بتاعه حلو جدا، فهل هيبقى فيه فرق ما بين الصوره اللي طالعه من الايفون لوحده والاثنين مع بعض؟ عملنا التجربه دي، حاولوا تركزوا كده. اعتقد خدتوا بالكم ان الايفون فيه سنه اهتزاز بسيطه، الاهتزاز اقل لما كنت مركب الاستابلايزر معاه. طبعا الاستابلايزر فيه كذا مود تقدر تختار منهم وانت بتصور. اول واحد الفولو مود، وده الموبايل بيروح اي اتجاه انت عايز تروحه بناء على حركه ايدك. زي ما ايدك بتتحرك هو بيتحرك معاك عادي جدا. المود اللي بعده التلت لوكد، بيقفل الاتجاه الرأسي دوت، انما بيروح يمين عادي معايا وبيروح شمال عادي معايا، انما كده ثابت. المود اللي بعده الاف بي في، وده بيبقى متحرك معاك في كل الاتجاهات، كده 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 ويمين وشمال. ده بيتاخد بشوت حلو جدا، خلينا اديكم مثال دلوقتي. المود اللي بعده سبين شوت. سبين شوت دوت زيه زي 360 درجه. تعالوا شوفوا اللي هيحصل دلوقتي. تعالوا نصور مثلا، بس مش هيلف 360 درجة، يعني اخره كده. برضو تقدر تلف عادي وترجع. لو ليميت برضو يعني حوالي 3 ارباع دايرة. طيب شايفين الزرار اللي ورا ده؟ لو ضغطت عليه ضغطتين هيرجع الموبايل للوضع الطبيعي بتاعه، يعني هيخليه في السنتر بالظبط. مثلا لو انا بصور ومثلا
طلعتي فوق وطلعتي تحت، ايه طلعتي تحت دي؟ نزلت تحت يعني، وعايز ارجع الاستابلايزر في ثانيه للوضع الطبيعي بتاعه، هضغط ضغطتين رجع. طيب دلوقتي انا بصور بالكاميرا الخلفيه، عايز اخلي الكاميرا الاماميه هي اللي تصور، بقوم ضاغط ثلاث ضغطات على الزرار اللي ورا برده، جابني دلوقتي. طيب عايز اصور، بقوم ضاغط على زرار الشاتر ده كده بدا تسجيل. شايفين الزرار في الجنب ده؟ ده يخش زوم ان وزوم اوت. لو دخلت كده دخل زوم، نرجع تاني بقى على الالترا وايد. طبعا دي الجويستيك بتطلع معانا فوق عادي جدا، يمين شمال زوم زوم اوت، جاب الالترا وايد كلها. الزرار اللي ورا لو انت فضلت ضاغط عليه هيقفل كل الاكسس معاك، يعني بصوا كده ولا راح يمين ولا ثابت زي ما هو، ده بيطلع شوتات حلوه جدا. انت بتبقى قافل كل المحاور، يعني مثلا لو انا همشي كده، تعالوا صور، هفضل ماشي كده هيفضل ثابت على نفس الكادر ده، مش هيتغير ابدا. لو عايزين نقفله بنضغط ضغطه مطوله قفل. قد يبدو ان العليه دي مش مهمه، بس لا هي مهمه جدا، بتنفعني مثلا وانا ماشي بتحرك، وفي دي اكتر من حاجه مش بخاف انه يقع مني لانه محكوم في دي كويس جدا. بس عشان المواتير اللي فيه ما يبصش، طبعا بيبقى في فتحه من تحت اللي تركب فيها الميني ترايبود دي، تقدر تركب فيها مونوبود او ترايبود. الفيديو ده صورته في اماكن كتير قوي، بس عشان اجرب الاستابلايزر في كل الحالات واشوف هل هقتنع بيه وهل هبقى مبسوط وانا بستخدمه ولا لا. حقيقي الشوتات اللي طلعت منه مرضيه جدا ليا، وهيسهل عليا اخد شوتات كويسه بالموبايل او حتى اعمل فلوجات بيه. صحيح هل الشوتات مرضيه ليكم انتوا كمان ولا لا؟ حابب اشكر ادفانسد ميديا يو اي ان هم وفروا لي القطعه دي عشان اعمل عليها ريفيو. بس ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، ولو اول مره تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي حاجه انا اعملها. لو مش متابعيني على الانستجرام تابعوني هناك، هتلاقوا حاجات حلوه جدا هتعجبكم. شكرا على المشاهده، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.